شنو صار، شنو العقد ذي؟ العبيد اصلا مش فاهم شنو العقد ذي ومش في بالها، معناها تعرفش كيفاش قدموه للناس. مستشهر سعودي سيدعم النادي واصناف الشباب للنادي الافريقي، وتعدى مش على روحك وركوسي بس. مش هذا النادي الافريقي في شخص الهيئه المنحله، في شخص رئيس الهيئه المنحله ابرم عقد في اكتوبر، في اخر اكتوبر يدورلي كان مانيش غلط، مع شركه سعوديه ساعة ماهيش تونسية، ويظهر لي القانون يمنع هذا، اسمها الكعكي حاجة هكا. من خلالها تعرف شنو عمل؟ من خلالها مكنها من أنها تستعمل شعار النادي، ومن أنها تاخو الحصرية زادة بتاع استعمال شعار النادي في الأصناف الشابة للنادي الإفريقي لمدة 5 سنوات. ده وشنو هو المقابل في هذا؟ انا مقيد حتى الحاجات اللي ريتهم معناها. وشنو مكنها زاد؟ مكنها من انها تنجم هي بيدها بعد اللي تعقدت معانا تنجم تكري الحق ذايا لطرف ثالث، معناها الشركه السعوديه هذيا تنجم تجيب شركه المانيه، تنجم تجيب شركه صهيونيه، مش حتى انا يكبروا ربيو، نجم هما يجيوا يربيو عندك، مش حتى ياخذوا اي لا تنجم تجيب لك معناها طرف ثالث هكا. قاع العقد يقول نجم تجيب لك طرف ثالث هو اللي يشرف على معناها على التكوين وعلى على الشعار، والشرط هذايا راه ماهوش بريء. انا نعرف طريقه صيغه العقود، راه اذا كان موجود شرط كيما هكا راه ماهوش بريء، وراه اكيد فما طرف ثالث، واكيد الشركه هذه ما هي الا جسر قنطره فيها حاجات زاد أول مرة أشوفها في حياتي. يعني تعرف الشركة هذه هي عندها الحق الحصري باش تبيع، رد بالك باش تبيع مش تعطي للنادي الإفريقي في أصناف المدارس ملاعبي. معناها أنت يا نادي الإفريقي كان يعجبك ملاعبي فرضا في أصناف، ما يحكيوا لك على ملاعبي باهي كل شيء، تنجم تأخذ تنجم تأخذ ولا ما تنجمش تأخذ بعد امضاء العقد هذا؟ يلزم الكعكي هو اللي ياخذ هذه الشركه هذه وهي تبيعه لك بالفلوس. واضح؟ معناها غريبه، معناها عمري ما سمعت بشيء هك. اعطاتي راه من غير لي حد زاد ذمت شركه الكعكي من 8 تاع الصباح 8 تاع الليل استغلال حصري لها. واكثر من هكاك الترانات الاخرين وقت اللي يبداو فارغين، فانه شركه الكعكي عندها الحق تستغلهم. واضح؟ هذه نقطه من النقاط الموجوده في العقد والتسريبات الموجوده في العقد. نعطيك تو الاخطر الموجود في العقد. شركه الكعكي ملزمه بتوفير الازياء الرياضيه اللي فيها شعارها وشعار نادي الفريق اللي باش تعملوا هي لجميع الاصناف الشابه لنادي الفريق. تقول لي انت والله حاجه باهي، باهي مش مشكله انا معك. اما عندها الحق باش تعمل الاشهارات اللي تراها هي صالحه. باهي تقول لي بالك الاشهارات هذه عندنا منها نسبه ولا ناخذوها نحن؟ اشهارات تاخذهم شركه الكعكي كامله ما عندنا حتى نسبه، تنجم تجيب اشهارات واوبليغاتوارمون تلبس جميع الاصناف الشابه بتاع النادي الافريقي بالسيف عليك. معناها انت تو يجي طرف ثالث اللي هو شركه الكعكي يعمل اشهار مع اكس ويحط الاكس هذا في المريول ياخذ هو فلوسه، وانت كنادي افريقي اصناف شابه الكل لازم تلبس المريول هذاك بالاشهار هذاك وما عندك حتى ربح. نزيدك نقول لك حاجه اخرى، حاجه مخطره، الناس ما يخاف على العقد بتاع القطريه. انت شكون يضمن لك انه الكعكه هذا ما يجيبلكش علامه منافسه للمستشهر اللي عامل معك استشهار كبير ذي القطري؟ شكون اللي يمنعه؟ معناها ما دام انت ما منعتوش، ما قلتلوش حتى حق المراجعه، ما قلتلوش حتى راك تنجم ترفض معناها عمليه نتاع مستشهر ولا حاجه، شكون يضمن انه ما يهددلكش مستشهرين اخرين معناها ويعمل لك مشاكل معاه؟ حتى حد. هذه العقد، هذه التسريبات الموجودة في العقد خويا العزيز. النادي الافريقي تعرفش عمل، تحب نفسر لك الوضعية؟ انا ايش قاعد نشوف في عبس النيونسي ايش قاعد يعمل؟ قاعد يفرق في النادي الافريقي وبيع فيها بالطروف. تو الطرف هذه نتاع الشبان الافريقي مدها شركة الكعكي هذه اللي ما نعرفوش حتى تلوج في الانترنت، ما تلقى عندها حتى وجود وما تلقاش عندها حتى معاقدين ولا جمعيات اخرين معناها متعاقدة معاهم ولا حاجة. ما نعرفوش زاد شنو شكون باش تجيب لنا مادام حطوا في الفصل الاول اللي هم ينجموا يتعاقدوا مع طرف ثالث، ما تعرفش شكون نجم يجيبوا لنا الكعكه هذه، شكون تنجم تكون وراها.
وانت خويا العزيز كان يبدا عندك تو 30,000 دولار، تنجم تاخذ جزء من النادي الافريقي، خاطر عبد السميوسي حطها للبيع يبدو.